مرحبا أصدقائي، في هذا الدرس راح ناخد موضوع السويتش، هو يعني موضوع المفتاح. من اسمه مفتاح، يعني هو إذا السويتش إذا تحقق الشرط راح يحقق عدة جمل. تمام. طيب نيجي ناخد هو السنتكس تبع هذا السويتش ونشرحه لقيت في المثال. طيب السويتش هي كلمة محجوزة داخلية السي. طبعا كلمة سويتش هي هتاخد ايش؟ اكسبريشن، هتاخد اكسبريشن. تمام. طيب لكن هنا مش هتحط اف else ولا حاجات زي هيك، هيكون فيها كيس. الكيس هي واحد، هي اسمها الحالة كيس. طبعا هتاخد value واحد، هنحط فاصلة منقوطة، هنا هتكون ايش؟ الستيتمنت، الجمل الشرطية. تمام. هنا هتكون يعني عدة جمل، هنا هيكون عندي مش جملة واحدة، عدة جمل، فمش بسطر واحد يعني بعدة أسطر. طب آخر شي بتحط بريك. طبعا وقتيش أكيد بقول لك أنت وقتيش بتحط بريك وقتيش ما تحطش بريك. طيب وبعد كده بتحط مثلا كيس التانية، الكيس التالتة، هنا كيس اتنين، هنا كيس تلاتة، اللي هي الكيس يعني الحالة، يعني هل هي الحالة اتطبقت هي الفاليو الأول، الحالة الإكسبريشن تطلع الناتج هل هو الحالة التانية أو الحالة التالتة. وبعدين بنحفظ الجمل. آخر شي عندك حاجة اسمها ديفولت، ديفولت اللي هي زي إلس. ديفولت. تمام. يعني هذا معناه إذا ما تحققش ولا جملة من الجمل نفذ الجملة هاي. تمام. هاي معناها إذا ولا كيس من الكيس هذه الثلاثة تحققوا نفذ لي ايش الديفولت. طيب نيجي ناخد لقيت مثال اللي هو عن رمزون سيارة. تمام. رمزون اللي بتاع السيارات. اوكي، يعني هنا رمزون سيارة، عندك الرمزون هان، هاي الرمزون، هذا هو ايش الرمزون. طبعا هو هيكون مضوء احمر لما يكون يعني هو علامة قف، اصفر هو الاستعد، او هو البرتقالي استعد، والاخضر هو ايش انطلق. اوكي. طيب في عندنا ناس ماشيين في خط المرور، وقتيش هما بدهم يعرفوا وقتيش يمرقوا وقتيش ما يعدوش هو ممر المشاة. طبعا هنا في عندنا ايش سيارة. طبعا انا مش يعني مش كتير في الرسم، طبعا بمشي حالهم هم الفكرة. طبعا اجيت المستخدم هذا وقتيش بده يعرف انه هو هل هو احمر ولا اصفر ولا اخضر. تمام. طيب طبعا هو عن طريق هو الاف، اذا كان مثلا احمر ما تمشوش يعني ما تمرقوش خط المشاة، يعني الناس هدول ما تمرقش خط المشاة. إذا كان أصفر يعني هم خلاص ابعدوا عن خط المشاة. إذا كان أخضر لأنه عنده إيش يعطي حرية للسيارات إن إيش تنطلق. طيب نيجي ننفذ هاي على أرض الواقع، قصدي عفوا هو على البرمجة. طبعا حيكون عندنا هنا أنا وإيش بلزمنا متغير تشار. طيب نقول له مثلا هنا اتشار، هلزمنا هنا اتشار مثلا نسميه اللي هو ايش مثلا كيس، اللي ايش كابيتال لتر، لانه لو كتبت كيس هي موجودة، شايفين كيف لونها صارت انه ايش موجودة محجوزة داخل الذاكرة، بكتب ايش كيس في حالة كبيرة. تمام. حط ايش هذي الفاصلة مضبوطة. نقول له هنا برنت اف اللي هي انتر لتر فروم اللي هي مثلا اللي هي داخلي R، أو مثلا اللي هي جرين هي أو يلو، على ما أظن هي برتقالي مش أصفر. وعندك اللي هي جريد أورانج، وعندك داخلي إيش جرين. طيب تمام. طيب هنا بتعمل سكان F، هنا عمل لي ايش البرستيج الاس اللي هي الفورمات بتاعت ادخال التشار، وهنا بتحط له ايش اللي هي عندك اللي هي الكيس. اوكي. طيب هلا احنا دخلنا اللي هي حيدخل هي ار او 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 جي. تمام. هنقول له سويتش، شايفين كيف صارت الكلمة كابيتال، صارت ايش بولد رامي. تمام. هنقول له عندك الكيس ايش يعني هو ده الشرط اللي عندك ايش الكيس اللي هذا، بس هو هيك بتحط لي الكيس. تمام. طيب
نقول له الكاس اللي هو هذه القيمة اللي دخلها المستخدم. الكاس هي يعني هي نحط علامة اللي هي ايش، one quotation هي علامة الإشارة. هنحط له هل هو دخل يد اللي هي ار، تمام. يطبع لنا هنا print f اللي هي ايش، يطبع لي ايش ريد. نقول له color color ايش color ريد. اوكي طيب، نقول له كيس اذا كان دخل اللي هي الاو، تخلي ايش print f اللي ايش، نقول له ايش اللي هي عندك print اللي هي color color اللي هي ايش orange. اوكي طيب، نيجي نقول له هنا ايش كيس اللي هي ايش green الجي، هيقول له ايش print f، نقول له الكلام ليش جرين. اوكي طيب، اذا لم دخلش جرين او جوجل ديفولت ايش print f ايش، مثلا نقول له ايش ايرور ادخال خاطئ، تمام. طيب نيجي ننفذ البرنامج ونشوف ايش حيطلع معانا. قبل احنا فهمنا ايش الكيس اللي هي ايش السويتش، هي زي المفتاح. هي اذا انت دخلت مثلا، هي هتحط هنا شرط اللي هو الشرط، مثلا ممكن يكون هاي الاشياء اللي هي مثلا ممكن تكون عملية حسابية، مثلا تقول له مثلا 1 + 1، تمام. ممكن يكون عملية حسابية او ممكن يكون متغير انت حاطه، تمام. طيب اذا كان انت تدخل مستخدم اريد، تقول له ايش كلر، وقول له مثلا هنا يقول لك ايش اسم اللون. هنا مثلا قالك تدخل اورنج، قول له مثلا اسم كلر، اطبع لك كلر. طيب طبعا نحن ايش قلنا، انه لازم نحط هنا ايش بريك. لو ما حطيناش بريك حيطبع لك الريد والاورنج والجرين. اوكي طيب، تعال نشوف، ولا طب تعال نحط هنا بريك في الاخر، حنقيم البريك هاي ونشوف ايش حيطلع لنا النتيجة. نيجي نعمل كومبايلر، نيجي نعمل اي. اوكي هاي هنا بقول لك انت لتر، مثلا ندخل له مثلا حرف ايش، حرف الار، مثلا نقول له ار مثلا عشان انا مش بعمل مسافة. طيب ندخل له حرف الار، ايش حطبع لك؟ حطبع لك كلر ريد. اوكي طيب، ندخل مثلا حلوان مثلا الاي، الاي مش موجود، ايش هيقول لك؟ هيقول لك ايه، لانه انت ولا حالة من الحالات دول مطابقة معاهم، يعني لا الريد ولا الاو ولا الجي. يعني هو هتبارك ايش يعني، غير ذلك غير هدول مش موجودين، اطبعلي ايش ايرور، تمام. طيب نيجي نشيل البريك ونشوف ايش حيصير. طيب اجيت لو احنا اجيت لو دخلنا ار، ايش حطبع؟ حيطبع لك كلر ريد، كلر اورانج، وكلر جرين. اوكي ليش انطر، يقول لك هاي كلر ريد وكلر اورانج. نيجي نعمل سلاش ان عشان يوضح الاشياء، سلاش ان. طيب هنا ندخل الار، وش طبع لك؟ اللي هو طبع لك الكلر ريد، الكلر جرين، والكلر اورانج، والايرور، تمام. عشان ايش ما فيش اي بريك، تمام. طيب نيجي ندخل بس حرف ايش الجرين، ايش هطبع لك؟ هطبع لك الجرين، وهطبع لك ايش الايرور، تمام. هيطبع لك كلر جرين، هيطبع لك ايش الايرور. طيب هذا هو موضوع السويتش. حطينا هنا بريك مثلا، طيب لو حطينا هنا بريك، تمام، ودخلت هنا ايش ريد، حيطبع لك ريد اورانج وجرين، تمام. ريد اورانج وجرين، خلص انت لما توصل للجرين انت دخلت ريد. لما تخلص هاي وتطبع هاي وتطبع هاي، وقف لي تعمل لي شيء. طب لو عملنا هنا كمان، هنشوف ايش حيصير. مثلا دخلنا هنا ريد، حيقول لك ريد اورانج، خلاص انت طبع لي الريد وطبع لي ايش الاورانج، بعدين ايش وقف، تمام. يعني هو موضوع سهل بسيط، هو زي الاف ستيتمنت بالضبط بالضبط، زيه. طبعا هذا بيستخدم في حالات
في حالات وده بيستخدم في حالات. طبعا احنا هذا بنستخدمه للسويتش لما نعمل مثلا قوائم منيو، يعني بيكون اشي يعني هو بيكون سهل سهل يعني كتير، وشكله يعني بيكون رائع جدا. طبعا طولنا عليكم ونشوفكم في الدرس القادم، واي سؤال يعني مش عارفين يعني يواجهكم يعني مشكلة يعني ممكن تسيبوا تعليق على اسفل الفيديو، وان شاء الله ايش برد عليكم بجهودكم وبالتوفيق الجميع.